فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فعل المعاصي يعد نوعا من الشرك؟ لا، ليس نوعا من الشرك، لكنه معصية ومخالفة. معصية ومخالفة، نعم. وإلا لو كان نوعا من الشرك لم يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن المعاصي ليست شركا، وإنما هي دون الشرك، نعم.